افرحوا. وعليكم السلام يا حمدي. وتراقصت وتراقصت شمس وطل صباح، وازدانت وازدانت الدنيا بنصر، وازدانت الدنيا بنصر. رافع شهيب صراحة ساحقا، وازدانت الدنيا بنصر ساحق، فالكون روض زاهر وأقاح. ومضى 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 أبو خلف. ومضى ومضى أبو خلف إليهم شاهرا، شمس الحقيقة إنه لك مصباح. الله الله، فهنا فهنا أبا مرتاح في القبر الذي رخصت له الأموال والأرواح. شكرا 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 جزيلا. والآن الكلمة لصاحب الكلمة والفعل، مختار المخاتير، مختارنا الجسور، حامي حامي عش الدبورة والقبور، المحتار ترم أبو خلف أبو خلف أبو خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي أعضاء المخترة، أبو معن، أبو عوض، الحاج فهد، أبناء قرية الأعزاء، أقسم بالله في ملكوته وأشهده تعالى في جبروته، أنا لم أفعل ما فعلته من أجلي أو من أجل أعضاء المخترة أو من أجلكم، بل فعلت ما فعلت من أجل الأجيال القادمة. ليست المسألة مسألة قبر وطريق، المسألة مسألة احترام وتقدير. فأبو مرتاح بركتنا ومصدر شهرة ضيعتنا وحامي زرعنا ومالئ ضرعنا. الله يزيدك يا مختار. ألم يخبركم الحاج فهد كيف جاءه في الحلم ينذره بالمصائب العظام؟ يا ويلي إن تحقق المنام. إيه والله يا مختار، ولابس أبيض بأبيض. نعم نعم يا مختار، كثرة الضفادع والفيران ببستاني، وهلأ عرفت شو السبب. وأنا يا مختار بقرتي ما عاد حلبت مثل الأول، نشف حليبة والأكلة. هذه ليست سوى إنذارات، إنذارات أولى أرسلها لنا أبو مرتاح من قبره. ولكن الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أزال عنا الخطر ودلنا إلى طريق الظفر، وانتقل الطريق المنحوس باتجاه قرية الجربانية بعيدا. شكرا لكم. عاش المختار لهذا الانتصار. عاش المختار لأنه حرف الطريق. أستاذ ناصر، أستاذ ناصر، شو في يا أبو محمود؟ تعال شوف شو طلع معي أستاذ. هات لشوف. غريب، هي شاهدة قبر المرحوم أبو مرتاح. ليش قبر أبو مرتاح مو بضيعة عش الدبور؟
وركي عيني عليك، وركي عيني عليك. انا كنت متاكد انه ابو مرتاح مدفون هون بضيعتنا، مو بضيعه عش الدبور. ويا ما سمعت هالكلام من ابو جدي الله يرحمهم. بس للاسف يا جماعه ما كان بايدنا اي دليل، بس هلا والحمد لله، الحمد لله بانت الحقيقه مثل عين الشمس. عثمان. نعم مختار. الله يوفقك يا ابني، جهز البيكاب بسرعه. حاضر. انت لازم توقف الحفر فورا. عفوا ليش مين حضرتك بالاول؟ ما تعرفنا. لا تؤاخذنا، انا ابو مصباح مختار قريه الجربانيه. اهلا وسهلا. بس يا مختار انا ما فيني وقف الشغل بدون بلاغ رسمي. ولو يا حضره المهندس، ولو سلامه فهمك. شهدت قبر ابو مرتاح اللي لقيتوها احسن من اي كتاب رسمي. اسف يا مختار، برجع باكد لك انا ما فيني وقف هذا الشغل الا ببلاغ رسمي. إيشو علي؟ تكرم عيونك يا أستاذ، رح جيب لك 10 كتب رسمية، لا، وعشر بلاغات فوقهن كمان، ومن أعلى المستويات وحياة عيونك. نديم، عمي وين لقيت الشهادة؟ هون يا مختار. هون، شباب، بتحطوا لي كم حجرة هون، وبتحافظوا لي على هالموقع التاريخي ها؟ على هالموقع التاريخي، وإيكو، ما بتخلوا حدا يقرب لهون لحتى أرجع. نديم، عثمان، تعالوا معي. يعني هلأ قبر أبو مرتاح طلع بضيعتنا؟ ضيعت الجربانية؟ أي والله يا رفيق بضيعت الجربانية. متأكدين؟ ولو ولو كلياتنا شفنا شهادة القبر بعيننا، هي اللي راح ياكلها الدود. بس تمسيب الفضيعة يا رفيق إنهم عم يشقوا طريق فوق القبر مباشرة. أعوذ بالله، فوق القبر؟ العمى على هالمهزلة. بس ولا يهمكن وحياكن لخليهم يحرفوا الطريق 10 كيلومتر عنه. سيدنا ليش لا يحرفوه؟ ما في داعي يحرفوا ابدا، خلينا نرجعوا الطريق محل ما كان جنب ضيعه عش الدبور وصلى الله وبارك. لحظه. الو، مرحبا رفيق نضال، انا رفيق بهاء الدين. شلونك؟ شلون الصحه؟ الله يسلمك. اسمع يا رفيق نضال، في عندي وفد من اهالي ضيعه الجربانيه، عم بيخبروني انه ورشاتكم عم يشقوا طريق فوق قبر ابو مرتاح. ايه صحيح، بس نحن بعدنا الطريق كذا كيلومتر عن قبر ابو مرتاح يا سيدي. اسمع يا رفيق نضال، انا ما عم احكي على قبر ابو مرتاح المزيف يلي كان بضيعه عش الدبور، انا عم احكي على قبر ابو مرتاح الاصلي يلي طلع امبارح بضيعه الجربانيه. صدقني ما عندي خبر عن هالموضوع يا رفيق بهاء، ما حدا قال لي، فعلا ما حدا قال لي. ماشي الحال، وهي انا عم اقول لك وبخبرك، بدي الطريق يرجع محل ما كان، مفهوم يا رفيق؟ مع السلامه. لا رجعنا نشتغل هون. والله هيك اجتنا التعليمات. شو ابو مرتاح ما له حرمه عنكم؟ بس قبر ابو مرتاح مو هون. لك شو عم تعمل؟ يا اخي خلونا نفهم منه. اسكت شوي. وين لكان قبر ابو مرتاح؟ يا مختار عم بيقولوا انه قبر ابو مرتاح طلع جنب ضيعه الجربانيه. كذب، هذا اسمه كذب وستين كذب كمان. ابو مرتاح طول عمره مدفون هون. عليم الله من 1000 سنة واكثر. لك انا من لما فتحت عيوني على هالدنيا بعرف قبر ابو مرتاح هون. لك اخي شو بدنا بهالعلاك الفاضي؟ انتو لازم توقفوا الشغل فورا. علي ما بيمشي هذا الطريق الا على جثتنا.
تفضلوا تفضل يا اخي تفضل. شو الالكان يا جماعه؟ اشتغلوا اذا بتشتغلوا لكان. يا جماعه يا جماعه طولوا بالكم، انا مالي علاقه بالموضوع. اطلعوا شوفوا الاستاذ نضال وشو بيأمر، انا حاضر. ايه شو عليه منروح؟ شافوا مختار؟ ماشي الحال ماشي الحال، امشوا خليكم بيعرضكم انتو. شرف مختار. يعني والله شيء بخير، انتو عم تقولوا ان ابر ابو مرتاح موجود عندكم وجماعة بعت الجرباني عم يقولوا نفس الحكي. يا استاذ نضال لا تحتار ولا على بالك، قبر ابو مرتاح عنا ابا عن جد، واهل طيعه الجربانيه كذابين وصاحبين مشاكل. يا اخي بزمانهم سرقوا غنم من ضيعتنا وباعوه، حدا بيصدق هالقصه؟ وسرقوا جمل لواحد بدوي كان نازل عندهم وبالعلامه ذبحوه وقتلوه، ومختارهم لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب. هلا انا هذا الكلام كله ما بيفيدني، اللي بدي اعرفه بالتحديد ابو مرتاح مدفون عندكم ولا عندهم؟ يا استاذ نحن جبنا لك كتاب من الرفيق ابو كنان بياكد لك انه ابو مرتاح مدفون عنا، يعني خلاص انحسمت المساله. وكمان اجاني اتصال من مسؤول كبير بياكد انه ابو مرتاح مدفون بضيعه الجربانيه. مع احترامي لكلامك هذا اسمه زور وبهتان. اصبح انا واستبيانا للحقيقه رح اطلب من السلطات العليا المسؤوله تشكيل لجنه فنيه اثريه تاريخيه للكشف عن الابرين وبيان الحقيقه، وبناء عليه يا بيكون الطريق عندكم يا عندهم. ابو مرتاح وين مدفون؟ يا اخوان ضيعت ناعش الدبور. مالي سامع مالي سامع ضيعت ناعش الدبور. وين خبره يا اخوان؟ ضيعت ناعش الدبور. ابو مرتاح وين مدفون؟ ضيعت ناعش الدبور. ابو مرتاح وين مدفون؟ ضيعت ناعش الدبور. ردوا عليا ردوا عليا نحن رجال الجربانية. ردوا عليا ردوا عليا نحن رجال الجربانية. ردوا عليا ردوا عليا نحن رجال الجربانية. مدفون عنا بالجربانية. عم مرتاح وين مدفون؟ عنا بالجربانية. عم مرتاح وين مدفون؟ عنا بالجربانية. وين مدفون وين مدفون؟ عنا بالجربانية. وين مدفون وين مدفون؟ عنا بالجربانية. ماني سامع ماني سامع عنا بالجربانية. ماني سامع ماني سامع عنا بالجربانية. وبعد التباحث والتداول ودراسة التحاليل المخبرية وتقارير علماء الخط وخبراء التربة والمقابر، توصلت اللجنة المختصة إلى أن قبر أبو مرتاح موجود في لحظة. ألو، احترامي سيدي. نعم سيدي نعم. لا لا لسه ما هلا بلشنا نكتبه. وين بتريدوا القبر يكون سيدي؟ حاضر سيدي حاضر. علم علم. مع السلامة سيدي مع السلامة. مكتوب إن القبر موجود في قرية الجربانية. ألو؟ احترامي سيدي احترامي. نعم سيدي. هلا بلشنا بكتابته. لا 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 يعني لسه ما خلصنا سيدي. نعم سيدي. يعني انتم متاكدين انه القبر موجود بعش الدبور؟ عفوا سيدي عفوا. نعم. لا 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 مفهوم سيدي مفهوم. نعم سيدي مع السلامه مع السلامه. اشطب لي الجربانيه واكتب عش الدبور. الو احترامي معلمنا. اهلين سيدنا اهلين. لا سيدي لا ما خلصنا هلا عم نكتبه وبعدنا بالمقدمه. نعم نعم سيدي نعم سيدي نكتبه بالجربانيه يعني. لا 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 سيدي بالجربانيه بالجربانيه. نعم سيدي نعم
نعم نعم مفهوم سيدي مفهوم. حاضر. مع السلامة سيدي. مع السلامة. شطوب بشد دبور وبتوب الجربانية. لحظة. دبور. بتوب الدبور. شطوب الدبور. الجربانية. بتوب الجربانية. دبور. الجربانية. بتوب الجربانية. بيصير هيك؟ شو اعتمدوا؟ وين نحط القبر؟ أبو مرتاح قبره عنا والكذاب يفل عنا. أبو مرتاح قبره عنا والكذاب يفل عنا. يا شباب عش الدبور كلام الجربانية زور. يا شباب عش الدبور كلام الجربانية زور. ولك مين كلام زور ولك؟ مين؟ ليش في غيركن؟ ولك خراس قبل ما قصر سنك ولك؟ خراس؟ إتاع قصر أشوف بركب مزعلك رح أبتعد. ولك رح أفضل شيكي بدل زعلك؟ استاذ الوالد هلو بسرعة أهالي عشق تبرو جربانية على ليه بعضهم وشغال خبط الرباص يؤجل النظر في قضية قبر أبو مرتاح للأسبوع القادم. يلا علمت قناتنا من مصادر موثوقة أن مشكلة قبر أبو مرتاح قد تفاقمت في الأيام الأخيرة، وللوقوف على آخر الآراء معنا مباشرة على الهاتف الأستاذ نوح الفاضل خبير شؤون المقابر الغابرة. أستاذ نوح مساء الخير. أهلي مساء الخيرات. أستاذ نوح ممكن تعطينا رأيك بهالمشكلة العويصة؟ بياناً للحقيقة والتاريخ أقول وحسب معلوماتي ومصادري الموثوقة طبعاً إن أبا مرتاح قد دفن في القرن الرابع في ظاهر قرية الجربانية. كذاب معقول؟ كذاب شو هالحكي يا كذاب ومين كذاب يا حبيبي؟ لعل الأصوب أنه ربما كان في قرية الجربانية أو عش الدبور. ما مو معقول كذاب يا أخي. والله خلط 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 خلط. يجوز الوجهان كما سكروا. ما زلنا أعزائي نتلقى بعض الإيميلات بعد المناظرة الهامة التي جرت بين الدكتور كامل والدكتور برهان حول أزمة القبرين. طبعاً ما زلنا نتلقى مشاركاتكم عبر الفاكس والهاتف والإنترنت، والنسبة تقول أن 80% من المشاركين صوتوا حول قبر أبي مرتاح وتأكدوا من وجوده في قرية عش الدبور. اسكتوا له اسكتي عمل لك اسكتي لحد مو صحيح. نو مو صحيح. 70%. لك شو الحكي يا شباب؟ لك مو مزبوط؟ مو مزبوط؟ لك شباب كان حكي مو صحيح؟ مو صحيح اليوم كانوا كريستم كذب؟ العمى 60%. لك مو مزبوط بلوم؟ يخرب بيتك على الحكي؟ لك يخرب بيتك على العمى؟ العمى على الحكي؟ ألو؟ احترامي سيدي. نعم لا والله سيدي ما وصلنا لحل. حاضر سيدي. نعم ايوة سيدي يعني هيك تكون حلت التراضي. نعم سيدي نعم خير الأمور الوسط. نعم مع السلامة سيدي. مع السلامة. خي فوريجت شو صار مع اللجنة يا أستاذ مروان؟ يا أستاذ مروان شو بتكون النتيجة بكرة؟ طولوا بالكم. اجتمعت لجنة القبرين للمرة 15 على التوالي، وبعد التمعن في التحاليل والصور والتقارير والنقاش والجدال والاستماع إلى الشهود الأحياء والأموات، تكشفت للجنة الحقائق والنتائج القاطعة التالية. أولاً، ثبت لدى اللجنة بأن القبر الموجود في قرية عش الدبور هو قبر أبو مرتاح الأول. والقبر الموجود في قرية الجربانية
هو قبر أبو مرتاح الثاني. لك الله يفتح عليك، الله يفتح عليك مع الناركون. ثانياً، توصي اللجنة بتجديد وصيانة القبرين ليكونا هدفاً للسياح والزائرين. استمتم؟ ثالثاً، توصي اللجنة بإبعاد وحرف الطريق الجديد مسافة 10 كيلومترات عن القريتين المذكورتين. استاذ ناصر، استاذ ناصر، تعال شوف شو طلع معي. استاذ تفضل. استاذ هات لشوف. هنا يرقد المرحوم ابو مرتاح الثالث. وقف الحفر.